48 دقيقة. وسيما يضحك علاش تضحك وسيما؟ علاش بيك خايف من المفاجأة؟ تحس والله تحس ستريسي أكثر من الباك. يودي إكزامات تحس. كوت كور كوت كور اليوم ال الديفي دو جور على خاطر ديفي دو جور ديفي دو جور باش يرجعنا سنين سنوات وحنا صغار معناها باش نرجعوا للغنايات نتاع ديسانيمي. شو نشوفكم حضرت الشفيت حضرت الدوله جاني العمل خلاص اوكي دونك نتعدي للديفي دو جور. ديفي دو جور الجو يبدا تو تو الجو يبدا مع الغنايه الاولانيه طلعتو شي شنو دي سانزاني مره في حينا زارنا في لندني برفق قال فتحي تفرجت شي بابار فيلا نحن الخير بطبعنا بفيولا استنى خليها محمد خليها تجي المقطع اللي عفوا اسكت الا الانسان الشديد مرة في حينا مازال ما فيش نرجع شوية الثاني ليس هنالك ما يخيب نحن الخير بطبعنا لا نرتاد المطاعيب لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف بابا فغمون فتحي مفرجتش فيه بابا رفي حتى اللي تفرج فيه يا ذنو بيجاوبني على السؤال عالم الأطفال عالم جميل. بابا رفيل هو مسلسل كرتوني نعرفوه أنا واحدة من الناس تفرجت فيه الكل يحكي قصة فيل يعيش كيما الناس معرس وعنده صغار ويعمل مغامرة كل يوم. السؤال كم عدد حلقات بابا رفيق هو جزء واحد جزء واحد هذوما مش مريت طلعوا مش ثقافه وريت زهر 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 كله زهر لا كله زهر اليوم باهيت مقترح يا سيدك الحلقات 78 حلقه 79 حلقه 80 حلقه 81 حلقه فهو مش تقول لي 70 80 90 100 لا ترى عندنا 78 79 80 81 زهر يا ودي زهر لا ثقافة لا ويلي 79 نقول أنت فتحة 79 قديش عاود لي 78 79 80 81 عاود لي والله اللي شديت من الرقم 78 79 80 81 78 وأنت أسامة 79 تاتي لا ماشي مع الزهر تويك باش نمشيو للديسانيمي ثاني تعرفوه نورمالمون الناس الكل هو لؤلؤتي تريد أن نسبح أن نبحر من جديد ذي أسرار المحيط. المسلسل ذي يحكيه على بنية عمرها 11 سنة وبوها عالم بحار اسمه مانيش نعطيكم اسمه. هما يدوروا ديما في المحيطات بالباتو نتاعهم وديما يلوجوا على معناها الحوت الكبير دونك باش يتيحوا بالأوركا اللي هي لؤلؤه ولؤلؤه باش تولي عندها قصه حب كبيره مع مناره ذي البنيه وديما تحاول انها تعاونها سيرتو كيف حاولوا انهم يصطادوها ويقتلوها. به السؤال الطفل اسمه مناره والبو والبو البو عالم البحار منار اسمه الدكتور مفيد الدكتور رايد الدكتور سعيد وإلا الدكتور داني ولازم عنده اسم تاع كوميك عاود لسامي الدكتور مفيد الدكتور رايد
الدكتور سعيد ولا الدكتور داني؟ هي شنو اسمها؟ اسمها منارة. سعيد، قول اسمه سعيد. مفيد. به انت سعيد فتحية مفيد. ثانية شنية؟ رايد. رايد. رايد ولا مفيد؟ مفيد. قول مفيد. فتحية مفيد. وانتي سعيد؟ انتي ماك سعيد خاطر فتحية هي اللي لا 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 اسمع شكبت علي، شكبت علينا الكل. حط لي غنية لطفي بوشناخ ما عنديش زهر. كنت اسمع فيها دي صدمة كبيرة. اي اسمه الدكتور مفيد بو ظاهرة ظاهرة ما في ديما اسم مفيد موجود في اللي صار. انت شو قلت؟ سعيد. سعيد. طيب بنته شو اسمه؟ منارة. بنته منارة هو بشي تسمى سعيد. ما عندي تصير في الكوميكات. لا لا هي منارة وهو مفيد. تحسهم هكا علماء. ايوه بالزهر ولد باللوجيتا. باللوجيتا ليه والله باللوجيتا ولد عالم اسمه ولد تنظر علينا. اي 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 ليه شكبت علينا؟ شكبت علينا مين بلاش؟ بلاش سبع الحيه ولا شو يقولوا لها هذيك؟ به باش نتعداو لدي سنيمي ثالث ومتاكده اللي كلكم حافظين الجينيريك نتاعو. سيمبا. سيمبا انا شاهدتهم في البراريه كل اخا شاهدتم يوما كلبا عضيلا ترعى هل شاهدتم فيلا يبكي ويقلب ويشهد زورا ينكر حقا يبكي كرا يمشي بطلا يدا سيمبا. شكون شكون ما تفرش فيه وقت يروح من المدرسه يلبس؟ نحبكم تكملوا لي الجمله اللي بعدها. سيمبا قادم سيمبا جاء. سيمبا قادم سيمبا على الدربي بين قطعان الضباع. قطعان الضباع. سيمبا 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 نعرفوه الناس الكل. اما جينيراسيون كامله راه ما تعرفش تنطقها راه. اي انا صغير حتى حد ممكن كان انت تعرف الكلمات الصحاح. اي اللي بعد سيمبا قادم سيمبا جاي سيمبا انا من احنا من نباع انا سيمبا عندها ثاني من قطعه الدباع هيك هيك اقول اي ما نعرفش الكلمات خطر نتاعها. به السؤال السؤال سيمبا هو شب المرح يحلم بولايه ارض العزه يعدي ايامه كل يلعب هو وصديقته المقربه اللي اسمها نالا هذيك الغزاله اسمها نالا. به سيمبا فين وعام بدا؟ فين وعام بدا؟ عام اول عام صور متحركه تعدى فيها سيمبا معناتها لا معناها اول عام تعرض فيه اي تعرض فيه العرض العام اللي تعرض فيه 192 1900 حلو هجري ولا ميلاد هذاك 1992 1993 1994 ولا 1995 92 93 94 95 95 نقول الاخرين شنو عندنا 92 93 94 95 95 وانتي 95 غلطي نزوز 1994 صحيت يا حتى فرحان شوكي تحسك سرحان هذا عرفت يضحك اي شيخي شيخ سؤال من بعد باش نمشي ولا الغنية اللي بعد هزيم الرعد هزيم الرعد فرش في فتحية بوتي هزيم الرعد جاوب صحيح ما يخلك قدر عند كرم هزيم الرعد للوليد اللي عمره 18 سنة ويلقب به هزيم الرعد حبها زيدي معك يا سيدك عدد الحلقات متاع هزيم الرعد 52 حلقة 53 حلقة 54 حلقة 55 حلقة نعرف روحي ما عنديش زهر مع النوامر هو من 52 الوقت قال شنو؟ من 52 ل 55 يعني 52 53 54 55 الأخرى 94 ما تكونش 54 هكاك يا وليد لوجيكك أنت معناها 55 أنت فتحية؟ 52 أنت؟ 55 وأنت؟ 52 وأنت؟
55 وفتحية هي اللي ربحت. لا لا الزهر ماشي معاه الزهر برشلونة ترى هذا بكاس الغنية حافظه بالكل صحيح. اسمع تتغنى تعطى الغنية يعطيني اسمه وتربح فتحية. هزمتك فتحية والله رعد فتحية بعدك. فتحية اليوم هزيمة. مش نتعدي ولا الغنية اللي بعد سني نسي عشان تيني سكور ولا مزين ثلاثة بليش سوا ثلاثة بشيء واحد واحد خطر أربعة واحد دونك ثلاثة بليش وفيت مات ليه مازال عندي زغنيات مش عندي نكملوها ماما هي ربحت هي ما عطيوا النتيجة مازال هذا سؤال الخامس وإحنا خمسة أسئلة نكملكم سؤال سؤال الخامس هذا الخامس أي قبل الأخبار خليك تربح نعم عندي الغنية محمد ريمي 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 شكون ما يعرفش ريمي الكابتن مجد وينو استنى فيه كان هو حافظه كورة لي مررت بخاطر الذكرى عبرتي ظلت الذكرى ريمي هي البنية اللي تعيش مع عائلة هي كيفاش حكايتها ريمي أمها فقدتها وهي بيبي وأمها من عائلة غنية برشا لقاتها مرأة فقيرة ربيتها وعاشت معاهم بعديكا ريمي انضمت للفرقة دور في الشوارع اللي هي تتكون من العم فيتاليس هذي المدرب متاع ريمي والحيوانات متاعه وكانت هي عضوة في الفرقة هذية وفي نفس الوقت وهي تدور معاهم كانت البيوت متاعها انها تلقى امها الحقيقية بعد ما عرفت اللي الام اللي تعيش معها مش حقيقية السؤال به مش كان معاهم شبيه فرحان حط تصفيق حط تصفيق سيبوه ربحت فتحية ربحة فتحية حتى كي نجاوب بصحيح ربحة دونك السؤال هما كان العام فيتاليس مع حيوانات مع ريمي فما زوز كلاب وفما قرد القرد شنو اسمه اسمه جابث وإلا اسمه جوليكار وإلا اسمه هاري وإلا اسمه كوديم عاود لي انت قويه في الاسامي معروف القرد على الاخر هاري معروف على الاخر هاري اسمه جابيث ولا جوليكار ولا هاري ولا كوديم عاود لي جابيث جوليكار هاري كوديم هاري انا اقول يا هاري يا جوليكار هكا يا جوليكار يا هاري يا جابيث يا كوديم جوليكار ولا هاري انا اقول هاري نحسو فخمة جوليكور ترى جوليكور بار ما صدقش كم أنت كبير يا ابن العزيز لا 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 أي شومي عليك يا وسيمة مانيش نخلط نعطيكم السؤال الخليني أما جوست نحبكم تسمعوا الغنية خاطرنا متأكدة لكم تحبوا ديزانيمي عطيهم إكستريم الغنية الخليني أنا وأخي لا من غير سؤال دخلنا نسمع ويز يزي أربعة بليش خير من خمسة بليش أنا وأخي هي تحكي لحكاية سامي اللي توفيت أمه في حادث مرور وخليت له أخوه الصغير اللي اسمه وسيم وقعد هو اللي هيبيه على حساب روحه وهو اللي معناها ضحى برشا حاجات وبعمره ودنيته كمان وهيك ضحينا فينا ما نحنجوش نجي كونترها فتحية ضرب القاضية أسامة للأسف خرجت بلاش جملة فتحية خرجت بأربعة نقاط بغافو تاتي بغافو كيفين يا ثقافة يا علم يا زهر يا زهر يا شهرة هزنا الأخبار نهز لبش نهزكم لما عاش فيها كانت هذه ديفي دي جور لليوم سينو احنا شوية آخر نرجع لكم بعد ما نسمع موجز الأخبار يتقدموا لكم نزيها